طابت أوقاتكم مشاهدين، هذه نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. القوات الجنوبية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق لتطهير أبين من الإرهاب، وتشهد تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة بتأمين المحافظة. قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت تنظم مناورات تكتيكية في اختتام العام التدريبي 2022. والعلاقات اليمنية الإماراتية مسار يدعمه العمق التاريخي. أفاد مراسلنا في أبيان بانطلاق المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق لتطهير محافظة أبيان من العناصر الإرهابية، وأعلن القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي انطلاق المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق بتشكيل 6 ألوية دعم وأسناد خاصة لمحافظة أبيان. وثمن العميد الوالي دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتطهير محافظة أبيان من الإرهاب، وستتمركز القوات في كافة مديريات محافظة أبيان لمطاردة العناصر الإرهابية الفارة. أقامت قوات الحزام الأمني والدعم والإسناد عرضا عسكريا بمناسبة تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة بتأمين محافظة أبيان، والتي ستدشن معها المرحلة الثانية من عمليات سهام الشرق لاستكمال تطهير محافظة أبيان من الجماعات الإرهابية. بحضور قيادات أمنية وعسكرية ورسمية، أقامت قوات الحزام الأمني عرضا عسكريا بمناسبة تخرج دفعة جديدة من قوات الدعم والإسناد أبيان، وإذانا بانطلاق المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق. ها نحن اليوم مع بداية العام الجديد في تاريخ 1/1/2023، تنطلق قوات الدعم والإسناد لمحافظة أبيان، وهي المرحلة الثانية من مرحلة سهام الشرق الذي جاءت بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي، رئيس مجلس القيادة، رئيس مجلس الانتقال الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، الذي أعلن انطلاقها في 23 من أغسطس في العام 2022. ها نحن اليوم نستكمل المرحلة الثانية في مكافحة الإرهاب في محافظة أبيان. تذكروا أن الجنوب أمانة في أعناقكم، إن الشهداء والجرحى والثكالى والأرامل والأيتام، إن شعب الجنوب كله من باب المندب إلى حوف المهرة وجزيرة سقطرى أمانة في أعناقكم. أذهبوا إلى ميادين القتال، دافعوا عن جنوبكم الحر العبي، دافعوا عن وطنكم وأرضكم وعرضكم. أنتم قيادة الجنوب، أنتم أمان الجنوب. 5 ألوية قتالية من قوات الدعم والإسناد وبجهوزية عالية ستنطلق صوب محافظة أبيان لبداية المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق، والتي ستعمل على تجفيف محافظة أبيان من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار لها. الحمد لله، نحن اليوم في تاريخ 1/1/2023 في بداية عام، بتخرج دفعة جديدة من أبطال قوات الدعم والإسناد أبيان لرفد جبهات القتال للقوات المسلحة الجنوبية، وتكملها لعملية سهام الشرق أبيان. العرض العسكري أبرز مدى جاهزية القوات المدربة وقدراتها القتالية والتكتيكية، إذ ستكون الحصن المنيع والصمام لمحافظة أبيان التواقة للحياة، فمستقبل الجنوب برقعته الجغرافية كلها مرهونا بقواته الجنوبية الباسلة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. وينضم إلينا عبر الهاتف من أبيان العميد محسن الوالي، القائد العام للأحزمة الأمنية. عميد محسن، مساء الخير وأهلا بك معنا. بداية، لو تحدثنا بتفاصيل أكثر عن هذه العملية، عملية سهام الشرق في مرحلتها الثانية، وعن أهدافها. مساء النور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكر قناة الغد المشرق
الذي دائما تتابع أحداث محافظة أبين وما يعزز الأمن فيها والاستقرار، وتشيد بجهود القوات الأمنية سواء الأحزمة الأمنية أو الأمن العام أو القوات المسلحة الجنوبية. وهذا ليس جديد على قناة القبيل المشرق، وانطلاقا مع العام الجديد 2023 تم انطلاق هذه القوة من محافظة عدن من قوات الدعم والإسناد إلى محافظة أبين لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في محافظة أبين وفي المنطقة بشكل عام، ولكن هذه القوة هي خاصة لمحافظة أبين لكي تستكمل عملية سهام الشرق وتحد وتحقق أهدافها 100% بإذن الله. طيب سيادة العميد، يعني كيف يتم التعامل مع الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتثبيت الأمن والاستقرار بالمديريات المحررة في أبين؟ كما يعلم الجميع أن محافظة أبين عانت من فراغ أمني كبير في الفترة السابقة، الحزام الأمني سوف يتولى مهام تثبيت النقاط الأمنية ولا مع الأمن العام، وقوات الدعم والإسناد سوف تتولى في مكافحة الإرهاب ومطاردة العناصر الإرهابية في المناطق الوعرة التي لا زالت تتحصن فيها وتحاول أن تربك الأمن بين الفترة والأخرى. طيب ماذا عن الألغام التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في المحافظة، كيف يتم التعامل معها؟ تم التواصل مع فريق الألغام بقيادة العميد قائد هيثم، وتقوم بنزع الألغام، ولكن بسبب كثرة الألغام الذي زرعتها الجماعات الإرهابية والذي لا تراعي حق المواطنين وحق الساكنين في محافظة أبين، فقد زرعتها في أكثر من مواقع سواء في الوديان أو في الطرقات الغير رئيسية، وهذا يتسبب بين الوقت والآخر بوقوع ضحايا سواء من قوات الأحزمة الأمنية أو قوات الدعم والإسناد أو القوات المسلحة، والذي هي في الوقت الحالي تحاول قواتنا المسلحة وقوات الحزام الأمني بعاد المواطنين عنها لكي لا يتعرضوا لهذه الألقام. فعملنا مستمر لنزع هذه الألقام، ولكن هي ألقام بشكل كبير جدا وبالذات في مديرية المحفظ ومديرية مودية، في هذه المديريتين زرعت العناصر الإرهابية كم كبير جدا من الألقام. ويسعنا في هذا اليوم أن نقدم شكرنا لقناة القبيل المشرق وتطلق حملة للمنظمات التي هي تقوم بنزع الألقام أن تشارك قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد الفرق لكي تقوم بنزع الألقام. طيب هناك بحسب تقارير دولية عميد محسن بينت تراجع خطر التنظيمات الإرهابية في المحافظات الجنوبية، وذلك بدعم من دولة الإمارات وإسنادها للقوات الجنوبية التي تكافح الإرهاب، فكيف تنظرون إلى هذا الدعم؟ نعم، كما هو ملاحظ أن العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها تنعم بأمن تام بعد أن تقدمت قوات الأحزمة الأمنية مسنودة بقوات الدعم والإسناد والقوات البرية إلى أوكار العناصر الإرهابية في محافظة أبين وبالذات في الوديان الذي كانت تتخذها معاقل لها مثل وادي موجان ووادي عمران ووادي الخيالة، فهذه معاقل رئيسية كانت للقوات الإرهابية، ولكن بفضل الله ثم بفضل دولة الإمارات العربية المتحدة الذي لا نكافئها شكرا ولا نكافئها إلا بالدعاء الذي تمدنا بدعم سخي لا محدود سواء على مستوى الدعم المادي والدعم المعلوماتي والدعم المباشر معنا في مكافحة الإرهاب في محافظة أبين بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. فدولة الإمارات كما هو معروف مشاركة معنا بخيرة أبطالها في حرب 2015، وهي إلى اليوم مستمرة معنا في الدعم اللا محدود. كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا، وكل الشكر لهم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. كان معنا عبر الهاتف من أبين العميد محسن الوالي القائد العام للأحزمة الأمنية، شكرا جزيلا لك. نظمت قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية مناورات تكتيكية في اختتام العام التدريبي 2022. المناورات أظهرت المستوى المتقدم للقوة وحجم الدعم الكبير من دول التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا رأيت ثم رأيت قوة ضاربة نالت من أخطر التشكيلات الإرهابية ولقنتها دروسا لا تنسى، فعلم أنها قوة شعارها الله ثم الوطن، لا انتماء لحزب أو قبيلة. بها رجال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء أشاوس النخبة الحضرمية في هضبة المسيلة التي أجمع عليهم الناس أنهم صمام أمان الأوطان. تشمل خطة العام 23 مواضيع لم تشملها الخطط السابقة، وبالأخص يتم التركيز على قضايا من اليوم، من أحداث اليوم، من وضع اليوم، الوضع الأمني والوضع العسكري في المحيط، في حول حضرموت، حول النفط، سيستوعب لدى المخططين. عام من التدريب لخص على شكل مناورات تكتيكية حربية سميت برياح الجبال، مناورات أظهرت الجاهزية العالية للقوة القتالية والأسلحة المتنوعة والسرعة العسكرية في مباغتة العدو والانقباض عليه. كانت مناورة نوعية بدأنا فيها بالمدفع لل 130، ثم اشترك فيها مدفع 106 لتطهير الخنادق للجماعات الإرهابية، وبعدها قمنا بالانشار باللطقم، وقمنا بالانشار باللطقم واقتحام مواقع العدو. بفضل الله ثم بسواعد قيادة هذه الشركات، قيادة حماية الشركات، ونحن نطمن أهالي حضرموت والوطن جميعا بأن حضرموت في أيادي أمينة ولا خوفا عليها طالما هؤلاء الأسود موجودين على الأرض. هذه القوة الضاربة ساهمت في حفظ أهم المنشآت الوطنية والاقتصادية في البلاد، وهي اليوم تواصل تأكيد استعدادها التام ثم التام للانحدار من أعالي الهضاب للدفاع عن حضرموت. وحضرموت تعول عليها الكثير في تأمين ما تبقى من أرضها وتحقيق تطلعات أبنائها. محمد بحفين، الغد المشرق، من هضبة المسيلة. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماع في عدن مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، وكلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية. ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالدعم السخي المقدم من الأشقاء في السعودية والإمارات على مختلف المستويات. تتسم العلاقات اليمنية الإماراتية ببعدها التاريخي والحضاري، وهو ما يترجمه مستوى الدعم الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لليمن في شتى المجالات وفي كل الظروف. الحديث عن العلاقات اليمنية الإماراتية حديث لا يسعه الإعلام، فهو يدخل في تفاصيل المجالس ويسكن زوايا البيوت، وتختزنه ذاكرة الأجيال وتغذيه روابط النسب وشائج القربة والرحم. وإذا اشتهى التاريخ يوما كشف تفاصيله سيقف عند محطة مهمة من محطاته التي كتبها القائد الحكيم مؤسس الدولة الإماراتية سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه في مواطن شتى، حيث يحدثك متنزه على قمة جبل صبر المطل على مدينة تعز بمطاعمه وأجنحته ذات الطوابق الثلاث، والذي دمرته يد التخريب الحوثي مستغلة موقعه الاستراتيجي لتدمير المدينة، وهنا يكمن الفرق. وفي مأرب عام 86 كتب القائد فصلا آخر من فصول الحياة، حيث رمم السد التاريخي لمأرب لتعود الحياة لجنتيه ذات اليمين وذات الشمال، وتؤتي الأرض خيرها بإذن ربها في تجل آخر من تجليات العلاقة بين الشقيقين. وفي صنعاء يستوقفك الجامع الكبير ومستشفى الأمومة والطفولة، وتشدك التسميات إلى ذلك الأثر المحمود لقائد آمن بالمصير المشترك وقرأ مجريات الأحداث
ليرسم معالم مستقبل الترابط والتعاضد بين الشعبين اليمني والإماراتي. وحين استلم الخلف راية السلف ترسم خطاه وعزز البناء مستندا على الخلفية التاريخية والجغرافية ومعطيات ومتغيرات الظرف. وكانت مؤسسة خليفة بن زايد رحمه الله وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يد تقدم العون بكل أشكاله وفي شتى المجالات طبقا لمتطلبات الحاجة وتنوع الإلحاح، مستشفيات بمواصفات حديثة وطاقة سريرية كافية، مطارات خففت من مشكلة العزلة وصعوبة التنقل. وفي جانب الأمن الغذائي كانت ثمار العلاقة تقطفها الساكنة في سهول الجبال وبطون الأودية في أيام الكوارث وساعة العسرة تجسيدا لروح التآخي والتواصل. واستقبل رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد في إطار العلاقة التاريخية مجلس الرئاسة اليمني مقدما كل أنواع الدعم والمساندة لمشروع السلام والأمن كأولوية وخيار لا مناص من تحقيقه. هي إذن أمانة السلف للخلف، وهي إذن علاقة تكبر كل الدعايات المغرضة وذات الطابع التخريبي الذي لا يريد السلام ولا يجنح للسلم. ذهب تنظيم الإخوان الإرهابي خلال العام المنصرم ومن خلال بسط نفوذه على المؤسستين الأمنية والعسكرية في محافظتي تعز ومأرب لتفريخ عصابات متخصصة بالنهب والقتل والجبايات، وهو ما حول المحافظتين إلى ساحة للفوضى ووكر للاغتيالات. يسخر تنظيم الإخوان الإرهابي عصابات مسلحة ومطلوبين أمنيا في تصفية حساباته السياسية، وهو ما حول تعز لساحة فوضى ومأرب لوكر للاغتيالات. فخلال عام 2022 خطفت الفوضى بتعز أرواح عشرات اليمنيين، فيما تعرض كبار الضباط لاغتيالات وحشية بمأرب، ما أثار أسئلة بشأن دور تنظيم الإخوان الذي هيمن على المؤسستين العسكرية والأمنية في المحافظتين. لم يكتفي تنظيم الإخوان في اليمن بالسيطرة على المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإنما ذهب التنظيم لتفريخ عصابات متخصصة بالنهب والقتل والجبايات، ودججوها بالأسلحة، ما جعل الوضع الأمني أكثر تعقيدا. وتنوعت انتهاكات الإخوان بين الاشتباكات وسط الأسواق والأحياء المدنية وبين الإعدامات خارج القانون، ما حول تعز لغابة موحشة، وهي جرائم تسببت في تفاقم المشهد العام ولم تغب عن سجلات وتقارير المنظمات الحقوقية. انتهاكات عصابات ومسلحي تنظيم الإخوان في المدينة بتعز بلغت خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2022 أكثر من 198 انتهاك، خلفت أكثر من 133 قتيلا وجريح، إثر اشتباكات فجرتها عصابات مسلحة تتبع قيادات إخوانية نافذة بحسب وسائل إعلام. الوضع في محافظة مأرب لم يختلف كثيرا عن تعز، فالمدينة باتت وكرا لاغتيالات الضباط اليمنيين بسبب هيمنة الإخوان عليها. ولعل أبرز عمليات الاغتيال هي التي طالت مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد الجرادي في شهر نوفمبر الماضي، كما اغتالت خلايا إرهابية مجهولة أركان اللواء 159 مشاة على تخوم مدينة في عملية تعد امتدادا لسلسلة عمليات طالت كبار الضباط اليمنيين المناهضين للميليشيات الحوثية، والتي رافقها مقتل العديد من الضباط العسكريين باغتيالات لا مبرر لها لغاية الآن. تلك الاغتيالات التي قيدت ضد مجهول ضمن عشرات الاغتيالات والاختطافات التي طالت القيادات دون أي تحرك من القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في مأرب الخاضعة للإخوان، ما دفع الأهالي بالمطالبة بالكشف عن الجناة المتورطين وخلايا ميليشيات الحوثي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. المكلا تشهد حالة جوية ماطرة، والدفاع المدني يرفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية.
من جديد أهلا بكم. تسلم مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الصداقة بعدن دفعة أولى لمرضى الفشل الكلوي مقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح. وتتكون الدفعة الأولى من محاليل وأدوية خاصة لمرضى الفشل الكلوي تكفي لمدة شهر كامل. وكان العميد طارق قد حث على أهمية استئناف العمل في المركز بشكل عاجل وإجراء جلسات الغسيل الدورية للمرضى بما يسهم في إنقاذ حياتهم. تشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما شهدت عدد من المناطق والمرتفعات بساحل حضرموت هطول أمطار خفيفة مساء أمس وصباح اليوم. ورفعت إدارة الدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت حالة التأهب لمواجهة أي تأثيرات خلال الساعة القادمة. اختتم قطاع الرعاية الصحية الأولية والإدارة العامة لصحة الأسرة وإدارة التغذية ورشة تعريفية لقادة الرأي الإعلاميين لنشر الرسائل الصحية. ضمن إطار تخفيض معدلات المرضى والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر والنساء الحوامل والمرضعات، نظمت في العاصمة عدن ورشة عمل لقادة الرأي الإعلاميين. اليوم هي مع نخبة من الإعلاميين لإطلاعهم على الوضع الصحي أو ما تم إنجازه في القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص في إدارة التغذية ومراكز التغذية في المحافظات. هناك عدد أكثر من 40 مركز علاجي في المحافظات قبل وزارة الصحة العامة والسكان، وهذه الورشة اليوم من أجل التوعية لدى المجتمع. هذه الورشة تقام عمدة يومين، بالأمس كان الافتتاح الأولي وكان هو التنسيق مع القطاع الصحي وأيضا الشركاء في المجتمع، وهذا كان هدف منه هو التوعية وأيضا رفع المفهوم الخاص بموضوع صحة الأم والطفولة والطفل عفوا، وبالأهم هو موضوع سوء التغذية. إشراك قادة المجتمع والإعلاميين في نشر الرسائل الصحية والتغذوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان النمو الصحي للأطفال وتغذية الأمهات هو الهدف من الورشة. كل يعلم ما تمر به البلد حاليا من ظروف عدة سنوات أدى إلى تدهور الوضع الصحي بشكل عام، ومنها ارتفاع معدلات سوء التغذية التي أدت إلى وفيات الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات. فمهما عملت وزارة الصحة أو دخلت وزارة الصحة بعدة برامج تغذوية لإنقاذ الحياة، ولكن لا زال الوضع يتدهور يوما عن يوم، وذلك السبب لأنه دائما وزارة الصحة تركز على الأمور العلاجية. مدى ما فهم الإعلامي أو المشارك في هذه الورشة نوعية الرسالة وحددها يستطيع أن يلخص كل المعارف وكل المطلوبات أو الملخصات من هذه الورشة وإدماجها في رسالة توعوية ملخصة ومركزة يتم نقلها عبر وسائل الإعلام لرفع وعي صحي لدى الجمهور. الورشة خرجت بتوصيات عديدة جاء أبرزها دعم قادة المجتمعات المحلية وأرباب الأسر في نقل المعرفة المتعلقة بالرعاية الصحية والتغذوية خلال فترة الحمل والإرضاع وتزويدهم بالمعلومة التي تسهم في تغيير السلوكيات الخاطئة. فاتن اسكندر لقناة الغد المشرق عدن. أما الآن نذهب إلى أخبار الرياضة. التحق المهاجم الأوروغواني لويس سواريز بالمحطة السابعة في مسيرته الكروية، حيث انضم رسميا إلى نادي غريميو البرازيلي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لعامين. ورحل سواريز عن نادي ناسيونال الذي ترعرع في صفوفه في أكتوبر الماضي بعد 3 أشهر سجل فيها 8 أهداف في 16 مباراة وفاز خلالها بالدوري الأوروغواني. ويستهل غريميو العام الجديد بمواجهة ساو لويز في كأس السوبر في 17 من الشهر الجاري.
النشرة تذكيرا بالعناوين. القوات الجنوبية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق لتطهير أبيان من الإرهاب، وتشهد تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة بتأمين المحافظة. قوة حماية الشركات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في حضرموت تنظم مناورات تكتيكية في اختتام العام التدريبي 2022. والعلاقات اليمنية الإماراتية مسار يدعمه العمق التاريخي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.